ليس الشأن أن تكون حافظا فقط، الحفظ فضيلة عظيمة جدا ونبيلة عالية، نعم، لكن الشأن أن تكون عاملا بالقرآن، أن تقيم حروف القرآن وحدود القرآن. يظهر عليك أنك حافظ الكتاب الله عز وجل من أخلاقك، من تراه ترى النور في أخلاقه، ترى البركة في مجلسه، ترى فيه أثر القرآن. أن يكون الإنسان حافظا للقرآن ولا يظهر عليه من أثر القرآن شيء، هذه من الوبال في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية. لا أخفيك سرا أن قلبي يتفطر عندما يعني أرى شباب المسلمين اسمها محمد وعبد الله وعبد الرحمن، ولا يحمل من هم الإسلام إلا اسمه، يعني تجد الضياع، ضياع الهدف، ضياع البوصلة بالابتعاد عن هذا القرآن. يعني أنا لا أطلب أن الإنسان يكون كل المسلمين يحفظون القرآن، هذا أمر مستحيل، لكن لا نكون